تخطف بجمالها أنظار المرة والمتذوقين لفنونها المتشكلة باحتراف بديع. في عدن تنتشر محلات بيع الفضة بأشكالها المميزة والمزينة بأحجار كريمة كالياقوت والعقيق اليماني، محتفظة بقيمتها الخالدة على مر الأزمان. بحسب الدائقة الجمالية لهواتها، تتفاوت تشكيلات وتصاميم الخواتم والعقود الذي يتخذها الرجال والنساء كحلي للزينة في مختلف الأوقات والمناسبات. عرفت عدن عدة معامل لصياغة الفضة منذ القدم كصناعة يدوية حرفية اكتسبت أهميتها من قيمتها المتوارثة بين الناس في مختلف العصور. برزت الفضة في اليمن كمصدر للقوة والجمال، حيث كانت صكوكاً نقدية للعملة وكمهور مقدمة للزواج. تتميز صناعة الحلي من الفضة بدقة زخارفها التي تثبت مهارة الصناع في التشكيل الحر بكل ما تختزله الذاكرة من إبداع هندسي، يجعل من صفائح الفضة لوحات وتحفا فنية تسر الناظرين. تبدأ صناعة الحلي الفضية بصهر الفضة، ثم توضع في قالب مصنوع من مادة مقاومة للحرارة المرتفعة، ومن ثم يتم تبريده بالماء البارد، ثم يتم تقطيعه وتشكيله بحسب الأمزجة والرغبات. للفضة استعمالات عديدة، ومنها تصنع الأساور والقلائد والخلاخل وأغطية الصدر وكذا الأقراط، إضافة إلى السيوف والخناجر المحاطة بالخيوط الفضية، مضيفة عليها طابعا جماليا يزيد الرجال وجاهة ووقارا. في الآونة الأخيرة شهدت أسواق بيع الفضة تراجعا نسبيا، فكانت حاجزا بينها وبين الأمجاد الذي اعتادت عليها في ازدهار السياحة. تبقى صياغة الفضة الصناعة التي عبرت عن الحضارة والتاريخ، مبرهنة بذلك على مهارة الصناعة كمهنة متوارثة جيلاً بعد جيل.